السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتي الأعزاء، أقدم لكم المحاضرة الثانية من الفصل الأول ضمن أساسيات السوفت كومبيوتينج. في البداية راح نتعرف على مفهوم الـ Artificial Intelligence أو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، لكن قبل أن نتعرف عن الـ Artificial Intelligence أريد نعرف شنو العلاقة ما بين الـ Soft Computing والـ Artificial Intelligence. طبعاً الـ Soft Computing هو مجال فرعي يقع ضمن المجال الأوسع اللي يعرف بالـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي. يعني الـ Soft Computing هو يدرس بعض الخوارزميات أو التكنيك أو الطرق اللي تابعة إلى الـ Artificial Intelligence. إذن الـ Artificial Intelligence إذا أريد نعرفه ممكن تعريفه بأن هو المجال اللي ممكن أنه نجعل الماكينة أو الآلة تعمل بصورة ذكية intelligently، وهذا بهذه الطريقة الـ Artificial Intelligence هو ممكن برمجة كمبيوتر لأداء دوال كبيرة. هذه الدوال يعني تحتاج إلى فهم أكبر أو أعمق من قبل العقل البشري. فإذن باستخدام إمكانية الذكاء الاصطناعي ممكن الذهاب بصورة جدا موسعة لتصميم خوارزميات ذات قدرة عالية وكبيرة تؤدي إلى الكثير من حل المسائل في واقعنا الحياتي. طبعاً تحقيق النجاح في الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي يعتبر هو من أهم أو من أكبر الأحداث في تاريخ البشرية، حيث أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي جداً واسعة وبدأت تدخل بمجالات على سبيل المثال اللي يعني أخذت الكثير من الوظائف، أصبحت اللي كانت هذه الوظائف من قبل المان باور تقوم بها بعض الكوادر البشرية أصبحت تدار من قبل الآلات، فصارت هنالك يعني بالوقت الحالي طفرة علمية كبيرة بغض النظر عن إذا ما أريد نناقش فوائدها وإيجابياتها وسلبياتها إلى آخره، لكن كمن المفهوم العلمي حدثت تغير كبير جوهري بحيث صار الاعتماد على المشين بصورة واسعة جدا في عصرنا الحالي، وأدت إلى أخذ العديد من الوظائف من الكادر البشري. ولكن بنفس الوقت يعني هي فتحت العديد من الوظائف في مجال تقني، ف يعني بعض نريد يعني نحتاج أنه ننتقل إلى مفهوم أوسع، أنه بدل ما الأعمال اللي سابقا كنا نفكر بها الآن نحتاج أنه نتوسع في مجالنا العلمي بحيث نكون نقدر نحصل على وظائف خاصة بالـ Artificial Intelligence. على سبيل المثال وين ممكن نشوف الـ Artificial Intelligence؟ يعني إذا أخذنا مثال الـ Self Driving Cars، السيارات الـ Autonomous Cars، وهي كيفية أنه الـ Vehicle ممكن أنه يقوم بعملية الـ Navigation من موقع معين إلى موقع آخر بدون وجود سائق، وعندها القدرة على تجنب العوائق وفهم المحيط وتحديد المسار من نقطة معينة إلى نقطة أخرى، كلها تدار هذه بعملية ذكية باستخدام طرق الذكاء الاصطناعي وغيرها وغيرها من التطبيقات المستخدمة في هذا المجال. المشين ليرنينج كذلك، المشين ليرنينج هو تخصص فرعي ضمن الحقل الأكبر اللي هو يقع في الـ Artificial Intelligence أو الـ AI. كيف أو شنو الفرق ما بين المشين ليرنينج عن بقية الطرق؟ هنا أنا عندي مجموعة من البيانات، وهذه البيانات تركب بطريقة أنه نتعلم من هذه البيانات، يعني عندنا خوارزميات تتعلم من بيانات وتؤدي إلى وظائف أو دوال معينة تقوم بإنجاز تاسكات معينة اعتمادا على التعلم من بيانات تدرب من خلالها. فإذا أريد كذلك نعرفه بتعريف آخر ممكن نقول هو مجال علمي اللي يكتشف القابلية تكوين أنظمة اللي ممكن تتعلم من البيانات.
وهذه المجال هو يعني إلى تطبيقات جدا كبيرة في الكمبيوتر ساينس، في الهندسة، في الرياضيات، في الفيزيكس، في النيورو ساينس، في معظم العلوم المعرفية. التقنيات المستخدمة أو الخوارزميات المستخدمة في المشين ليرنينج ممكن من خلالها بناء موديل اللي ممكن يتكيف ببيئة معينة، ممكن يتعلم من الخبرة من عن طريق البيانات المجهزة إليه. وكذلك ممكن تعريف المشين ليرنينج أنه تعطي الكمبيوتر القدرة على أنه يتعلم بدون ما يبرمج، without being explicitly programmed، بدون ما يتبرمج، يعني فقط من خلال التعلم من البيانات ممكن أنه يقوم بأمور جدا كبيرة عن طريق فقط البيانات اللي نوفرها. طيب شنو هذه البيانات اللي نوفرها؟ البيانات هي ممكن تكون يعني على سبيل المثال صور، يعني عندي صورة تحتوي على عدة مشاهد، مثلا عندي صورة تحتوي على الهيومن، وكذلك اوبجكتس اخرى يعني اشياء اخرى غير الهيومن، فانا ادرب انه يا الخوارزمية بحيث انه ممكن تكتشف وجود الهيومن، او اريد ابحث عن اكثر من ذلك، ممكن انه هذا الهيومن اميز عن هيومن اخر، او ممكن اميز يعني الوجه، ممكن اميز العين عن مثلا الانف او الاذن الى اخره. كل هذه الامور يعني فعدة تطبيقات، مثلا عندنا الكلاسيفيكيشن يعني التصنيف، ممكن انا عندي مجموعة من الحيوانات على سبيل المثال، وارد اميز القطط عن الكلاب، هذه قطة، هذه كلب، كلب، فممكن استخدام خوارزميات المشين ليرنينج، أو أريد أقسم الأرقام، أريد أتعرف عن الأرقام، كذلك ممكن استخدام خوارزميات المشين ليرنينج. فعندنا كثير من التطبيقات اللي ممكن تستخدم بها المشين ليرنينج، وهو مجال بحثي جدا مهم بالوقت الحالي، والمستقبل بواعد في الدول المتقدمة. كذلك عندنا مفهوم آخر اللي هو مفهوم الـ Knowledge Based System. شنو نقصد بالـ Knowledge Based System؟ يعني التعريف الأساسي إنه عندنا يعني برنامج كمبيوتر شامل عنده القدرة لحل المشاكل، وهذه اعتمادا على كذلك البيانات، يعني Using Data on Problem. والـ Knowledge اللي لها علاقة بهذه المشكلة تسمى يعني بالانتليجنت، بحيث انه ممكن اعتمادا على المعرفة المتوفرة من البيانات ممكن تكون قابلية اتخاذ القرار متوفرة. وهذا هو يعني حل المشاكل اللي هو من خلال الهيومن اكسبرت، يعني من الخبرة البشرية في هذا المجال، انه ممكن تمثيل وتنفيذ البيانات بطريقة استراتيجية منطقية من خبير او اكثر. اذا هنا كذلك صار عندنا مصطلح اللي يسمى بالاكسبرت سيستمز. شنو بالاكسبرت سيستم؟ كذلك هي احد الطرق اللي ممكن تستخدم في السوفت كومبيوتينج وتسمى بالاكسبرت سيستم. واذا اريد نعرفها هي عباره عن الكونسلتيشن مود، يعني المود الاستشاري، بحيث ان انا عندي قاعده بيانات وعندي انفرنس انجن، محرك الاستنتاجي، فالاكسبرت ممكن يتخذ القرار باعتبار يستنتج على ضوء الداتا بيس. ف إذن إذا نريد نقول إنه إحنا جاي نتعامل مع معرفة معقدة من خلالها إنه خبرة مطلوبة من أجل اتخاذ القرار، فبذلك إنه المعرفة راح تكون من خلال شخص، إذا أردنا نشبهها بشخص إكسبرت، فراح تكون عندي سيستم إكسبرت. فهذا السيستم إكسبرت منين متعلم؟ متعلم من النولج بيست أو قاعدة المعرفة اللي متكونة من قاعدة البيانات المخزونة بالسيستم. كذلك نريد نتعرف عن الهايبرد انتليجنت سيستم. شنو نقصد بالهايبرد انتليجنت سيستم؟
في بعض الحالات عندما يتكون، شرحنا بالمحاضرة السابقة، عندنا حالة الفوزي لوجيك، وعندنا حالة النيورال نتورك، وعندنا الجينيتيك ألغوريثم. هذه مصممة ممكن تصميمها لحل مشاكل معينة حسب الابليكيشن، لكن انه قد تكون اذا ادمج اكثر من طريقة، فاذا سميناها بالهايبرد يعني الطرق الهجينة الذكية، اذا دمجنا اكثر من طريقة ممكن تكون اكثر فعالية في التصميم يعني او في التطبيق. فكذلك عملية استخدام الفازي مع النيورال، ممكن نسميه فازي نيورال، وكذلك ممكن نستخدم النيورال مع الفازي نقول نيورال فازي، او نستخدم خوارزميات الايفولوشنري كومبيوتيشنال الجوريثمز مع الجينيتيك ومع النيورال، فراح نحصل على اداء افضل. كل طريقه بها محاسنها وبها مساوئها، فعملية الدمج ما بين أكثر من طريقة ممكن نستفاد من محاسن طريقة بالأخرى، وكذلك ممكن الطريقة الثانية نمحي بها المساوئ اللي موجودة بالطريقة السابقة. فهذا عملية التكامل أو الجمع ما بين أكثر من طريقة، هو تسمى بالطريقة الهايبرد سيستم، وهي جمع أكثر من طريقة سوية يعني طريقتين أو أكثر. الانتليجنت كنترول سيستم، الآن راح نأخذ الانتليجنت كنترول سيستم، وهو أكثر أو أقرب إلى تخصص يعني كسيطرة. نريد نتعرف شنو نقصد بالانتليجنت كنترول، يعني هو knowledge based، خلال من ممكن اتخاذ عدة قرارات، هذه القرارات مبنية على أنظمة فرعية. راح نشوف البلوك دايجرام لهذه وكيفية انه نحصل على decision او إشارة control في تصميم معين. يعني اذا اردنا نقسم، عندنا على سبيل المثال plant او environment او سيستم معين، وهذا السيستم اريد نصمم له انتليجنت كنترول سيستم. عندي ثلاث امور رئيسيه نحتاج نفكر بها، اللي هو البيرسبشن سب سيستم، والكوجنيشن سب سيستم، والاكتويشن سب سيستم. البيرسبشن سب سيستم هو النظام الفرعي المعرفي او الفهمي الادراكي، والكوجنيشن هو المعرفي للسب سيستم، والاكتويشن هو التشغيلي. هذا ويا من يتعامل، وهذا مع ويا من يتعامل، وهذا مع ويا من يتعامل. احنا حتى عندنا البلانت اذا اريد نسيطر عليها شنو نحتاج؟ نحتاج نفهم الانفايرمنت لهذه البلانت، فنحتاج سنسرز يعني البيرسبشن سيستم، انه راح نجمع معلومات من البلانت، من السيستم ومن او البيئه المحيطه بهذه السيستم. وهذا يعني المعلومات اللي راح نجمعها وين راح نعطيها؟ راح نعطيها للكوجنيشن سب سيستم. حتى نحصل على الفهم لهذه البلانت نحتاج سنسرز متحسسات اللي توفرنا بالبيانات المطلوبة أو الضرورية اللي نحتاجها للمحطة أو للبيئة العمل. وكذلك نحتاج نتعامل مع السيجنال بروسيسنج، وهي معالجة الإشارات اللي من خلالها نحول المعلومات المستلمة إلى صيغة أخرى ممكن نفهمها ونتعامل معها. وعندنا مفهوم آخر ما يسمى بالديتا فيوجن، وهو عملية دمج البيانات وتمثيلها بسبيس معين حتى انه نقدر ايضا نتعامل معها. الكوجنيتيف سيستم او الكوجنيشن سيستم، اللي هو يستلم الاشاره من البيرسبشن سيستم، وهنا راح يكون عمليه اتخاذ القرار اعتمادا على الشروط المتوفره. الفعاليات الاساسيه اللي تحدث بالكوجنيتيف سيستم السب سيستم النظام الفرعي المعرفي، اللي هو المنطق، وهو على سبيل المثال راح يكون عندي نوليدج بيس سيستم اللي شرحناه سابقا،
أو عندي فازي لوجيك اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة. وعندي كذلك ممكن الاستراتيجيك بلانينج، يعني التخطيط الاستراتيجي اللي هو ممكن يكون عن طريق استخدام مثلا الجينيتيك الجوريثم او الباث بلانينج، تحديد المسار المعين، وممكن استخدام الليرنينج من خلال التعلم من خلال طرق النيورال نتوركس، او عن طريق السوبرفايز ليرنينج والانسوبرفايز ليرنينج. وهذه الطرق راح نجي لها ونناقشها في المحاضرات الخاصة بفصل النيورال نتورك. أما السب سيستم الثالث والأخير هو الأكتويشن، يعني عند ما يجيني القرار النهائي، هنا أنا لازم يكون عندي أنا على سبيل المثال موتورز، محركات. هذه المحركات تستلم إشارة من الكوجنيشن سيستم أو الكوجنيشن سب سيستم لغرض تشغيل البلانت حتى نحصل على الحالات المرغوب بيها. طبعا في حالة انه حدوث فيلر، فشل معين، فالانتليجنت سيستم باعتبار انه هو نظام سيستم ذكي، المفروض يكون عنده قابلية على بقيام بالريكونفيجريشن، يعني عملية إعادة تشكيل أو إجراء المتغيرات الضرورية حتى يسيطر على البيرفورمانس، على الأداء الخاص بالسيستم. إلى هنا نأتي إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، وكذلك ختام الفصل الأول. إن شاء الله راح يكون عندنا أسئلة اكسرسايز خاصة بهذا الفصل عن بعض التعاريف الأساسية الكي انفورميشن اللي راح تكون مطلوبة من عندنا، نحتاج نفتهمها، راح ترسل عن طريق الجوجل كلاس روم بأقرب وقت إن شاء الله. شكرا جزيلا لإصغائكم.